صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما حكم صيام يوم عرفة أو يوم عاشوراء إذا وافق يوم السبت؟ لا بأس بذلك، ما صاموا على أنه يوم السبت، مع أن يوم السبت ما جاء فيه نهي، ما صح فيه نهي، النهي إنما صح في يوم الجمعة، أما يوم السبت لم يصح فيه نهي. نعم.